الجزء الثاني من حلقتنا في سوبر ليج، ومشرفني ومنورني في الاستوديو واحد من اقوى مذيعين الراديو في مصر في الرياضه في هذا التوقيت وفي هذا الوقت الصبح، وانت صاحي دايما هتلاقيه موجود معاك، لانه الناس ما تعرفش بس لازم النهارده يتقال انه احمد خيري هو رئيس تحرير سوبر ليج، والراجل اللي ينسب اليه فضل كبير جدا 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 في نجاح هذا البرنامج، لانه راجل اولا اكاديمي ففاهم الشغلانه ودارس وعارف الامور بتتفتح منين وبتيجي منين، والحاجه الثانيه انه خيري عشره بقالنا مع بعض سنين طويله جدا ففهم طبيعه الشغلانه وطبيعه البرامج ماشيه ازاي، فكان حاجه من الحاجات المؤثره بشكل لا يوصف في سوبر ليج. ففي اعتقادي هو نموذج شامل ما بين كل الاشياء الحلوه في الاعلام، نموذج انا بتشرف ان هو موجود معايا النهارده في الاستوديو. طب اكمل كلام انا ازاي بقى كده بعد كده؟ مساء الفل عليك يا محمود، يا ربنا يخليك حبيبي، بشكرك على كلامك الجميل والمقدمه الرائعه دي اولا، ثانيا يعني الفضل طبعا في نجاح برنامج سوبر ليج لربنا سبحانه وتعالى والفريق العمل كله، مش بدون نقاش مش خيري بس اكيد انت الرئيس وجودك، لا لا العفو يا عم وجودك ووجود الزملاء في فريق الاعداد والاخراج والتصوير والبروديوسرز، كل الناس مش عايز انسى حد، كلهم طبعا ليهم دور كبير جدا، فالحمد لله ويا رب مزيد من النجاح لبرنامج سوبر ليج يا رب ان شاء الله. امين يا رب ان شاء الله. طبعا كاس العالم في الوطن العربي هو النهارده، هي معلومه عند الكل، لكن هي معانا النهارده قضيه كاس العالم في قطر، هل هي مصادفه ان السعوديه تكسب، تونس تتعادل، المغرب تتعادل، ولا في اكتر من كده؟ والحاجه الثانيه، هل العرب بيستفيدوا من كاس العالم في قطر مثلما استفاد الاوروبيين او اصحاب الجنسيات من امريكا الجنوبيه مثلا على سبيل المثال لما كان كاس العالم عندهم، ولا المسائل فيها مصادفات فقط لا غير؟ فتعالوا نتكلم في القصه دي من زاويه مهمه جدا جدا مع خير. يلا يا فندم. أولا لازم نحيي طبعا قطر على التنظيم لحد دلوقتي، بنحييهم على الصراعات اللي دخلوها كمان بعيدا عن الملعب بعيدا عن المباريات، فكرة طبعا الصراعات الأفكار والحفاظ على التقاليد والعادات وكل الكلام اللي انت اتكلمنا فيه خلال الأيام اللي فاتت، ولسه كمان متواصل الحديث في القصص دي لحد تقريبا نهاية المونديال. كويس. الجزء اللي أنا عايز أتكلم فيه معاك فكرة هو ليه المنتخبات العربية لحد دلوقتي ظاهرة بشكل جيد إلى حد كبير باستثناء قطر طبعا اللي ودعت المونديال رسميا منذ دقائق بعد طبعا التعادل اللي حصل ما بين الإكوادور وهولندا، وبالتالي خلاص قطر ودعت البطولة. لكن تبص على الأربع مشاركات العربية، مبدئيا احنا عندنا مشاركتين قياسيتين في المونديال بالنسبة للمنتخبات العربية، أربع منتخبات في مونديال 2018 كانت مصر وتونس والمغرب والسعودية. حلو. وفي 2022 المرة دي قطر وتونس والمغرب والسعودية. طيب المرة دي بنشوف في أول أربع مباريات للمنتخبات العربية هزيمة وانتصار وتعادلين، تعادلين تونس والمغرب وانتصار للسعودية. المرة اللي فاتت أول سبع مباريات، مش أول جولة، أول سبع مباريات للمنتخبات العربية سبع هزائم متتالية. يعني مفيش حد كسب لحد آخر الماتش الثامن لما جبنا ابتدينا نجيب نقطة التعادل مع المنتخب المغربي. كويس. طب فين الفكرة هنا؟ هل هي الموضوع مصادفة ولا مش مصادفة؟ لا، فكرة إقامة البطولة أو إقامة المونديال على أرض عربية مدي دافع كبير جدا جدا للعيبة وللمنتخبات العربية أنها تأدي، فكرة أن المدرجات تكون موجود فيها جماهير عربية وحضور قوي يخليها ناخد بقى شوية حقنا. مش هقولك أن الكرة العربية طبعا مقارنة بالكرة الأوروبية ولا الكرة اللاتينية أحسن حاجة، في فوارق والفوارق كبيرة، لكن الفوارق دي ممكن تتقلص بشكل كبير لما يكون المباريات بتتلعب في ارض عربيه. ما تقنعنيش ان السعوديه لما بتلعب في قطر زي ما بتلعب بره، لان قطر ياما السعوديه لعبت فيها طبعا في بطولات اسيا. ما تقنعنيش كمان ان تونس والمغرب لما يكون الجمهور العربي موجود وبيأذر بقوه في المدرجات ما يبقاش ليه تاثير في ان هم يحرزوا نقاط التعادل. طيب هل اوروبا استفادت وامريكا الجنوبيه استفادت لما كانت البطولات عندهم؟ ده سؤال انا حبيت ابص على اقول، يعني عشان انت قلت سؤال مهم دلوقتي، هي مصادفه ولا مش مصادفه؟ فانا حبيت ابص من اول ما المونديال بدا لحد النسخه اللي احنا هنبداها دلوقتي اللي بداناها بالفعل 21 نسخه. طيب. اوكي 21 نسخه قبل نسخه المونديال ده. طيب تعال بقى بص على الاحصائيه دي معايا. 8 بطولات استضافتهم الامريكتين. كويس. 7 خدتهم الامريكتين، يعني 7 الالقاب، 7 لصالح الامريكتين، ولقب وحيد لدوله اوروبيه كانت المانيا في مونديال 2014 بالبرازيل. حلو. طيب 11 نسخه استضافتهم اوروبا، نفس الكلام، 10 القاب من نصيب اوروبا، ولقب وحيد لدوله امريكيه كانت البرازيل في بطوله 58 بالسويد. يعني البطوله حلوه دي جدا، يعني البطوله لما بتبقى في اوروبا نسبه نجاح او نسبه حصول المنتخبات الاوروبيه على اللقب بتتفوق تصل الى 90%.
ونسبة نجاح المنتخبات الأمريكية لما بتحصل على اللقب في أمريكا اللاتينية سواء يعني أمريكا الشمالية أو الجنوبية الأمريكتين برضو بتصل إلى 90%. طب تعال نبص على الإنجازات الغلبانة يعني بتاعت آسيا، وحتى الحاجات في أوروبا مثلا فرنسا 98، فرنسا 2002 ككوريا بعيد، 2006 ايطاليا في المانيا بالظبط، فرنسا في روسيا. وانا انا جمعتهم لك، مفيش غير مره واحده امريكا بتتفوق خارج القاره ومره واحده اوروبا بتتفوق خارج القاره. اوكي طيب، النسخه الوحيده استضافتها اسيا دي كان طبعا كوريا واليابان قبل طبعا النسخه الحاليه. الانجاز الوحيد الاسيوي الافضل كان لكوريا الجنوبيه، كان على ارضها صحيح، لما خدت الميداليه البرونزيه بالحصول على المركز الثالث. طيب نسخه وحيده استضافتها افريقيا طبعا في 2010 في جنوب افريقيا، ودي سجلت افضل انجاز لمنتخب افريقي غانا لما لعبت في الربع النهائي. احنا وصلنا للربع النهائي 3 مرات بس لو تتذكر الكاميرون في 1990 خسرت من انجلترا 3-2، بعد كده السنغال في 2002 وصلنا برضو لدور ربع النهائي برضو خسرنا من انجلترا برضو بس كانت 1-0، الماتشين خلصوا في 90 دقيقه. دي المباراه الوحيده طبعا لو تفتكر كانت حتى مباراه دراماتيكيه جدا، كانت غانا قريبه من ان هي تصل الى النصف النهائي لولا طبعا ايد سواريز وضربه الجزاء اللي ضيعها اساموجيا، والمباراه وصلت لركلات ترجيح. فده يعتبر افضل انجاز اتعمل فين؟ اتعمل في الدوله اللي هم لعبوا فيها قبل كده او في القاره اللي هم لعبوا فيها قبل كده. فمنطقي ان انت كعربي تستفيد وانت في اراضي عربيه طبعا. ده يزيد من حسرتك ويزيد من حزنك على ان احنا ما رحناش. فكره ان انت كمنتخب مصر مش موجود والبطوله على ارض عربيه والجماهير العربية موجودة بهذا الشكل وبهذا الكم تحزنك بشكل أكبر. لما تبص حتى على إحصائية عدد الحضور الجماهيري لحد دلوقتي أو عدد الدول أكثر شراء لتذاكر في المونديال لحد دلوقتي، هتلاقي طبعا في المقام الأول في المركز الأول قطر 950 ألف تذكرة، الولايات المتحدة 146,616، السعودية المركز الثالث 123,228، إنجلترا رابع 91,600، المكسيك خامس 91,100، والإمارات 66,127. إجمالي بقى عدد التذاكر اللي اشترتها الدول العربية 1.2 مليون تذكرة، وإحنا أصلا لسه ما وصلناش ل 3 مليون تذكرة. فأنت بتتكلم تقريبا في 40% من التذاكر اللي بيعت لحد دلوقتي اللي تم بيعها لحد دلوقتي من نصيب الدول العربية. هل ده مش هيبقى ليه تأثير؟ بدون نقاش أكيد. ده أنت كمان بتقول إنه لو كان ده اتعمل من زمان بالظبط كان خريطة الكرة نفسها اتغيرت طبعا، يعني كان كنت خبطت في حاجة حاجتين وده زيادة. وده يخلينا يا محمد في أفريقيا وطبعا مصر على رأس الدول الأفريقية وفي الدول العربية نبقى يعني عندنا حماس ورغبة وشغف أكتر ان احنا نتقدم لملفات تانية زي 2030 مصر بتفكر فكرة الملف الثلاثي اللي هيكون ما بين مصر والسعودية، ده محتاجينه. احنا محتاجين ده لان الارقام بتبين، ولسه هنشوف الاداء اللي احنا شفناه من المنتخبات العربية في النسخة الحالية باستثناء تاني هرجع اقول باستثناء المنتخب القطري تبين لك قد ايه تأثير ايجابي لوجود المونديال على ارض عربية. ده كلام مهم جدا جدا جدا، واحصائيات كان لازم الجمهور يشوفها عشان يبان انه اوروبا جامدين. جامدين، بس لما يجولك عندك في الارض اللي انت متعود عليها والجمهور حواليك الفروقات بتقل الى اقصى درجه، ويخليك عندك الرغبه انك تدوس بنزين اكتر واكتر. فان شاء الله السعوديه مغرب تونس يقدروا يكملوا المشوار. وعلى ذكر العرب نخش بقى في التفاصيل الخاصه بالمنتخبات العربيه، وحابب ابدا بتونس لانه منتخب تونس في مباراه الدنمارك نقطه كانت ايجابيه الى حد كبير، لكن الجمهور المصري او انا بنتكلم عن تونس يعني الجمهور المصري كان عينيه على علي معلول مش موجود، على فرجاني مش موجود، على سيف الدين الجزيري مش موجود، كانت عينيه على الدكه. الجمهور المصري كانت عينيه على الدكه. والقدري كان بيحاول يفسر ده كمان لو انت خدت بالك بعد المباراه، قال انه علي معلول اكبر في السن شويه طبعا احنا بندافع، واتكلم على سيف الجزيري برضو اتكلم على انه المهاجم المنتخب التونسي كان بيلعب في الدنمارك فعارف معظم اللعيبه اللي موجود. صحيح صحيح. هل في اكتر من كده؟ الفكره هو احنا كجماهير مصريه عينينا على اللعيبه اللي بتلعب عندنا صحيح، بس واضح جدا ان خريطه الكره التونسيه برضو تغيرت بشكل كبير. علي معلول اللي كان اساسي اغلب فترات المنتخب التونسي في الوقت اللي فات، نفس الكلام بالنسبه لفرجاني ساسي، نفس الكلام ايضا بالنسبه لسيف الدين الجزيري اللي كان المهاجم الاول لمنتخب تونس في كاس العرب، ومش بس كده كان هو هداف البطوله لو تفتكر برصيد 4 اهداف. لما نيجي ندخل في محفل المونديال الامور بتختلف، وبالتالي بقى في 3 بدلاء لفرجاني ساسي والعلي معلول ولسيف الدين الجزيري يخلوهم ملازمين او مرافقين للدكه. حتى احنا ما شفناش سيف الجزيري بينزل ولا علي معلول، شفنا في اخر المباراه تقريبا في الدقيقه حاجه و80 فرجاني ساسي نزل في نهايه المباراه. طيب اقول لك بقى على الـ3 لعيبه اللي بيلعبوا بدلاء
للثلاث لعيبه اللي احنا كانت عينينا المفروض رايحه عليهم. هنبدا من ناحيه الشمال. مبدئيا جلال القدر بيلعب بطريقه 3-4-3، فمساعده في ده ان هو بيلعب بلاعب نفس الطريقه او شبه الطريقه اللي كان بيلعبها موسيماني، وكان علي معلول بيأدي الدور بتاع اللي هو وينج باك ناحيه الشمال، بيعمل القصه دي. علي العبدي ده لاعب عنده 29 سنه في كان الفرنسي، اه بالظبط كده، دي احصائياته، 28 سنه في كان الفرنسي دوري القسم الثاني بالمناسبه. وجمهور التونسي على فكره انتقده بشكل كبير، انت ازاي بتلاعب باك شمال من دوري درجه ثانيه على حساب علي معلول؟ فكان الرد من علي العبدي نفسه في المباراتين الوديتين اللي لعبهم، سجل هدفين، سجل قدام تشيلي في يونيو، ده كان اول هدف دولي ليه، قدام ايران، وامام ايران في اخر مباراه وديه، والمباراتين كسبهم المنتخب التونسي، لدرجه ان يوسف المسكني نفسه هناه وكتب له على تويتر، يعني اللي هو بيدعمه بشكل او باخر. لعب 11 مباراه، عدد قليل مش عدد كبير، لكن ظهوره حتى اول ظهور رسمي ليه كان في 25 مارس 2021، ومن ساعتها اصبح هو الباك الشمال الاساسي في اي طريقه، سواء بيلعب. بالنسبه لك اكتر من معلول في المكان ده؟ فارق السن، عامل السن بيفرق، يعني علي معلول واحد من افضل طبعا الباكات الشمال اللي جت حتى في الدوري المصري بلا استثناء او بلا يعني مبالغه، لكن في نفس الوقت علي مع تقدم السن 32 سنه مع المجهود البدني اللي بذله، مع كثره الاصابات اللي جات له مع النادي الاهلي، كثره المشاركات طبعا اللي بيلعبها مع النادي الاهلي، اثرت عليه بشكل كبير جدا. فهو محتاج حد يكون سنه اقل، هو حتى بينزل بمعدل الاعمار، يعني مش معترض على دي. لا، خش على التاني. طيب نخش على التاني، فرجاني ساسي بدلا منه حاليا بيلعب عيسى العيدوني. عيسى العيدوني ده واحد من افضل لاعبي المنتخب التونسي في الفتره الحاليه، بل انه كان رجل المباراه في المباراه الاخيره، مباراه تونس والدنمارك، عنده 25 سنه، بالظبط، بيلعب في فرينك فاروزي المجري. لعب 88 دقيقه في المباراه امام الدنمارك، لمس الكره 63 مره، 45 تمريره منهم 37 صحيحه، هايله جدا، نسبه جيده جدا، نسبه نجاح 82%، التدخلات 6، 5 منهم صحيحه، استخلاص كره 3 فرص خطيره من امام مرمى تونس، والمحاولات الهجوميه واحده. فكان من الطبيعي ان هو يكون اللاعب الاساسي جنب الياس السخيري في قلب وسط الملعب بالنسبه للمنتخب التونسي. طيب نبص على الهجوم، ما حدش كان عنده شك تقريبا سيف الجزيره هيلعب اساسي، لكن هو راح على عصام الجبالي، وليه ايضا ارقام جيده، وبرده هو هنا مش هقول لك بينزل بالسن قوي لان هو عنده 30 سنه، بل بالعكس هو اكبر من سيف الدين الجزيري، بس اللي بيلعب في الدوري الدنماركي، الدوري اودينسي الدنماركي، نادي جيد على فكره في المركز الخامس في الدوري الدنماركي، فهو يعني يعتبر في انديه المقدمه في الدوري الدنماركي. لعب 13 مباراه الموسم الحالي وسجل 4 اهداف وصنع 3، ضيع فرصه ما تضيعش صحيح في المباراه الاخيره طبعا امام الدنمارك، ولما نزل اظن الخنيسي نزل الاول بالظبط، ما هو سيف رقم 3 عند المدير الفني، دي نقطه. بص يعني كنت ممكن اعترض شويه لو كان سيف الدين الجزيري اداؤه افضل من كده، لكن هو خلينا برضو نقول ان سيف الدين الجزيري بادئ الموسم حاليا مع الزمالك مش التوب فورم بتاعه، يعني مش التوب فورم اللي فنش عليها مع فييرا في مع فيريرا في الفتره اللي فاتت في الموسم الماضي، والارقام طبعا اللي هو حققها في النهايه كان واحد، كان افضل مهاجم تقريبا في الدوري طبعا. لكن تبص على الثلاث اسامي هتلاقي بنسبه كبيره اختيارات منطقيه جدا لجلال القدري، واعتقد انها هتستمر في المباراتين القادمتين حتى لو ان شاء الله صعدت باذن الله المنتخب التونسي لدور ال 16، طبعا تونس هتلعب بكره مع المنتخب الاسترالي. صحيح. فاعتقد ان هم مش هيبعد عن الخيارات دي، هو بيلعب 3-4-3، علي العبدي بيلعب وينج باك، ووراه كمان منتصر طلبي بيامن بشكل كبير. سبعة كامل الاحترام للمصريين، الثلاثة ما يستاهلوش يكونوا موجودين. امام دول ما ينفعش. يعني ما حتى قدام استراليا. لا ما هو هيثبت التشكيل، هو طلع بشكل جيد في المباراه الماضيه، فلا هيثبت التشكيل، اعتقدش ان هو هيغير ولا واحد من الثلاثه. عامه نشوف المؤتمر الصحفي لمنتصر الطلبي وحديثه عن المنتخب التونسي، جلال القدري وحديثه عن المنتخب التونسي، ونرجع نكمل كلام مع حضراتكم، خليكم معنا. كيف ما سبق وقلت في بدايه المؤتمر، كونه نعرفه من الاول يكون مباراتنا ضد استراليا باش تكون تقريبا 50-50، مباراه مفتاح لينا وليهم، نعرف اهميه المباراه هذه بالنسبه لزوز فرق، لكن احنا نعتقد كونه كل مباراه لازم نتعاملوا معها وحده قبل ما نفكروا في مباراه فرنسا، هي المباراه الثالثه، لكن غدوه الاهم شيء هو عندنا مباراه ضد استراليا، لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها، يفو سافوار نيغوسي لو ماتش باش ناخذوا افضل نتيجه ممكنه، وان شاء الله نكونوا موافقين في المباراه هذه رغم احترامنا الكبير للمنتخب الاسترالي. نقاط الضعف والقوه ان شاء الله نعرفوا كيفاش نتعاملوا معهم غدوه، لكن نعرفوا لفريق الاسترالي كيف ما سبق وقلت فريق محترم،
فريق هو مزيج من فريق آسيوي صحيح يلعب في الدوري الآسيوي لكن هو فريق بمواصفات أوروبية على المستوى البدني، فريق قادر باش يكرر ويعاود المجهود البدني بمستوى عالي جدا على مستوى عالي جدا. هذا مهم جدا في كرة القدم الحديثة. عندهم بعض الخصائص الفنية خاصة على مستوى السرعة، فريق في الترانزيسيون في التحولات مميز جدا، يعرفوا يتعاملوا مع الكرة الثابتة. يظهر لي هذه المميزات على الفريق الأسترالي، فريق سدى يعرف يتعامل مع الضغط، يحب يصعد كرة بطريقة ممتازة جدا، لكن يبقى دائما كيما كل الفرق عنده بعض النقاط الضعف، إن شاء الله احنا نعرف كيفاش نتعاملوا معها في المباراة تاخده. هيرفي رينار والمنتخب السعودي، والفيديوهات اللي انتشرت زي النار في الهشيم، وانتشرت بعد ما هيرفي رينار قال بعد المباراة اللي فاتت انه حديثي مع اللاعبين ما بين الشوطين هو اللي صنع التفوق للمنتخب السعودي، وكنا سعداء الحظ نطلع هوا، ومؤتمر رينار الجديد بقى للمباراة القادمة موجود، فعندنا قصة مكتملة الأركان في هذا الأمر. لكن في البداية خلونا اللي ما اتفرجش يتفرج على هيرفي رينار في محاضرة ما بين الشوطين، الزعيق والشخط اللي حصل ما بين الشوطين للعبة المنتخب السعودي، فنشوف اللي حصل ونرجع نعلق عليه. خليكم معنا. انا نفسي اتخضيت، يعني ربنا ما يحط حد في مكان اللعيبه وهي قاعده بتاخد كل الزعيق والشخط اللي رينار عمله، لكنه في النهايه تاريخي، يعني يذكر هذا المقطع الان على انه تاريخي في تاريخ السعوديه. اولا انت عندك تفسير او عندك تصريحات رينار اللي اتكلم بيها على الكلام ده، اللي رد بيها على الكلام ده صحيح. ايه بقى عشان نفهم الناس؟ النهارده اتسال في المؤتمر الصحفي طبعا اللي هو ليله المباراه ان شاء الله، مباراه بكره امام بولندا، طلع وقال انا الفيديو اللي انتوا شفتوه ده ما هو الا جزء من الحقيقه او جزء من الواقع اللي انا بعيشه مع اللاعبين. قال لك انا بتواصل مع المركز الاعلامي. بص الدقه هنا يا محمودي، فكره ان هو عارف ان ده بيتعمل طبعا المركز الاعلامي للمنتخب السعودي او الاتحاد السعودي لكره القدم، وبيحدد يتنشر ايه وما يتنشرش ايه، واللعيبه عارفه مدى عصبيتي احيانا وده ما بيعجبنيش، بس الجميع عارفين يعني رغبتي في ان احنا نقدم حاجه كويسه، والجميع بيعمل بصوره رائعه وليس الجهاز الفني فقط. ده معناه انه في الفيديوهات دي نجم، يعني في حاجات تانية اسوأ بكده بكتير، في حاجات تانية في المونتاج بتتشال علشان خاطر العصبيه اللي هو فيها دي والادرينالين اللي ضارب في العروق ده. واضح ان هو بيعمل
ما هو اعلى من كده رغم ان شكله على فكره ما يبينش خالص. يعني شكله فرنساوي كده ايه خواجه كده فاهم ديسنت وشعره جميل ومسبسب انما جوه واحد تاني جوه صراحة من لبس واحد تاني. كنت حاسس انه عبد الاله الملكي لما قال ان احنا انه خطابه قبل الماتش خلانا نعيط كنت حاسس ان فيها يعني افوره شويه. لا ما احنا بقى معانا الخطاب بعد ما بصيت واحنا كمان معانا الخطاب اللي قبل المباراه لان هو الحقيقه يعني مجهود برضو يشكر من الاتحاد السعودي لكرة القدم وعامل فيديو كامل للموضوع فبيصور كل لحظة فمصور المحاضرة اللي قبل المباراة والحديث اللي ما بين الشوطين. الناس كلها ركزت مع الحديث اللي بين الشوطين لكن برضو في شوية أدرينالين ومشاعر وحاجات حلوة جدا. تعالى يلا نشوف الأدرينالين في تصريحات ما قبل المباراة أو في الندوة محاضرة ما قبل المباراة لهيرفي رينار مع لعيبة المنتخب السعودي ونكمل كلام يلا بينا. Do you have a confidence on you? Yes, because you know he will do everything for you. You know you will do everything for you. Solidarity. Always be confident on you. Not easy to start on the bench. مش من السهل انه you will make the difference. So be ready. Trust them. Trust you. وثق فيهم. Trust the substitute will come in the game. You need to look at your face in the dressing room before to go to the field. You need to look at each other and to say to each other, I have confidence on you. So he knows you will have a confidence together. مع بعض. Now we know each other perfectly. In 20 years time, maybe you will remember this World Cup. All the people in the street, maybe they will tell you. I remember this game, it was fantastic. Yes, he's here. He's now is today. It's 10 days for the first round. This is a chance of your life. Now it's too late. This morning, 35 million of Saudi people pray for you. You know that. You pray for it. All of them will pray for you. Even some people of your family, maybe they will be in the stadium. They will be in front of your screen. Because the life today will stop in Saudi. At 1 PM, the life will stop. Focus on you. Do you imagine? Can we put our face down? Can we give up? It's impossible! Do you imagine all the people? Since 3 years we are together. I'd like to thank you because today in the stand my mother will be there. She never watched one World Cup. So thank you. والدته اليوم حتكون موجودة. Because of you she's one of the best. بالتوفيق لكم جميعا. ده حاجة عظيمة جدا والراجل اللي اختار الجمل اللي تروح في مقتل انه 10 ايام دور المجموعات ممكن تفتكر ده على انه تاريخ وقد كان ويفتكر كل السعودية هذا الكلام على انه تاريخ. انت بتلعب اهم حاجة في حياتك وبالمناسبة في كلام تاني قيل في المسائل يعني لكن اتمنتش زي ما هو قال وفي حاجات اتعرضت وحاجات لأ فالراجل راح للناس من الزوايا اللي تعرف تحفز اللعيبة بأفضل شكل ممكن. قائد جيش يعني بص ده مش فيديو مدير فني مع لاعبين ده قائد ده نازلين حرب يعني بغض النظر طبعا عن كلمة ان احنا ساعات بنقول الحرب دي مبالغة في مباراة كرة قدم لكن الاحساس ده هو لازم يوصلهم كده. هيرفي رينار بحب فيه قوي ان هو بيجمع ما بين المستين دايما انت يعني تصنف مدربين على انهم مدربين تكتيك فني وفي محفز ومدرب تاني انت والروح والتخبيط على الصدر وبتاع لا هو عنده الاثنين هو عنده التكتيك اللي شفناه في المباراه لان السعوديه كسبت فوز مستحق مش فوز يعني صدفه او بكره عابره لا ده 2-1 وكانوا متاخرين ومصيده التسلل اللي عملوها الارجنتين يعني في تكتيك بيتنفس في ارض الملعب زائد طبعا الجزء التحفيزي اللي هو عنده واضح بشكل كبير جدا تحس ان هو فجاه مواطن سعودي لدرجه ان هو دخل لهم والدته في الموضوع ان والدته قاعده في المدرجات بتتفرج عليكم فلازم يعني تفرحوها زي ما تفرحوا الملايين في السعوديه والحياه ستتوقف والكلام الكبير ده فبصراحه احيي رينار واهني المنتخب السعودي على الاداء اللي فرحنا كلنا كوطن عربي واحسدهم على وجود مدرب بحجم هيرفي رينار عنده مشاكل فنيه في المباراه بتاعت بكره كان هيجي لنا وجبنا ارجري ما علينا خلينا ساكتين عندنا كمان لسه إن شاء الله مباراة بكرة إن شاء الله لو كسب يتأهل بإذن الله رسميا عنده إصابات عنده ياسر الشهراني طبعا وعنده سلمان الفرج لكن عنده البديل هو اتكلم حتى في المؤتمر الصحفي قال أنا عندي أكتر من واحد رفض أنه هو يذكر حد معين لكن قال سلطان الغنام وسعود عبد الحميد ومحمد البريك أنا أتصور أنه ممكن محمد البريك هو اللي يعوض غياب الشهراني بكرة إن شاء الله. طيب
قطر والسنغال حققت السنغال الفوز، لكن هل لو كنا موجودين كنا هنعمل نفس النتائج دي؟ وهل في شكل واضح يقود المنتخب المغربي انه يقدر يحقق الفوز على بلجيكا؟ ومين يا ترى افضل خمس لعيبه كانوا موجودين في كاس العالم من العرب في النسخه الحاليه؟ ولكن بعد الفاصل. الاول تقرير مؤازره للمنتخب السعودي، الجماهير السعوديه ماتش بولندا، الجمهور كله بيأزر، والفاصل ونرجع نتكلم في كل هذه المواضيع. خليكم معنا في سوبر ليج. برحب بكم اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وزي ما انتم شايفين الجماهير السعوديه، جماهير المنتخب السعودي بتنظم احتفاليه بتكرم فيها جماهير كل المنتخبات ال 32 المشاركه في هذه النسخه الاستثنائيه من مونديال قطر 2022 من خلال منحهم ورده بتنم عن كرم الضيافه السعودي. قولي الورده دي بترمز لايه؟ ترمز للكرم وللضيافه، الضيافه السعوديه بشكل عام. طبعا احنا الان في دوله قطر، دولة مستضيفة لكأس العالم، قطر والخليج كلهم يقفون صفا لهذه الدولة الطيبة، ونقدم رسالة جميلة جدا بأن دائما الخليجيين أهل كرم وأهل ضيافة. فحنا قدمنا من هذه الوردة للجماهير الحاضرة هنا في مشيرب عبارة رسالة تسامح، رسالة محبة لكافة الجماهير المتواجدة في مونديال كأس العالم. كل شيء جميل، حنا الحمد لله النتيجة الإيجابية اللي صارت مع أمام منتخب الأرجنتين قدمت شيء إيجابي كذلك للجماهير وكذلك للأجواء البطولة، وبإذن الله إن شاء الله القادم أفضل، وبإذن الله الأشياء الجميلة قادمة من جانب الجمهور السعودي. جمهور السعودية دائما نحن نكون في الموعد. هذه الورود وردة تدل على معلم سعودي، ووردة سعودية وأصيلة اسمها وردة الخزامي، تدل على الإرث السعودي اللي في المنطقة السعودية. نقول لهم إحنا حاضرين إن شاء الله، والمنتخب السعودي جاهز، وإن شاء الله نقدم مستوى أفضل من المباراة الأولى. شايف مباراة بولندا ازاي؟ ان شاء الله انها سهلة بتوفيق الله، ان شاء الله وروح اللاعبين ان شاء الله نجيبها، اللاعبين قدها، دام الروح موجودة ان شاء الله احنا نجيبها. ان شاء الله منصورين باذن الله، ان شاء الله. مباراة صعبة ولا سهلة؟ مباراة صعبة ولكن عندنا رجال في الملعب، ان شاء الله منصورين. مباراة ان شاء الله باذن الله تعالى يبيضونها، وان شاء الله فالنا التأهل، وباذن الله تعالى المنتخب السعودي هذا غير. هذا المنتخب السعودي غير عن المنتخبات السابقة، المنتخب السعودي هذا متطور. فاهم كوره ويعرف كوره باذن الله تعالى، ان شاء الله ان شاء الله فالنا التاهل باذن الله تعالى ونبيضها ان شاء الله تعالى. الحمد لله على كل حال عندنا رجال نثق فيهم بثقه عمياء، باذن الله ان شاء الله قدام بولندا قدام المكسيك راح نقدم مستوى افضل من مستوانا قدام الارجنتين، واحنا نرسل لهم ان احنا معاكم وخلفكم قلبا وقالبا، ونوزع ورود لجميع الحاضرين لنعلمهم بالتقاليد الاسلاميه، ونحن نحب الجميع وحضن الجميع كله. رسالتنا نبي كاس العالم، خلاص طموحنا عالي، كاس العالم يخضع ان شاء الله. ما في كاس العالم احنا نبي، بس بنخلطه خلط زي ما خلطنا ميسي ربعه باذن الله، سالم وصالح الشهري وثلاثة صفر باذن الله، نطلع بتسع نقاط باذن الله. ان شاء الله الفوز حق السعوديه اخواننا. ان شاء الله ان شاء الله السعوديه، ان شاء الله ان المنتخب السعودي كسب الثقه من المباراة بعد فوزه على الأرجنتين، لعب رجولة، لعب بحماس عالي، قاب يعني إن شاء الله فوزه على بولندا إن شاء الله بيعدل الدور الثاني. كلنا أملنا بالعرب، هارد لك المنتخب القطري اليوم، أملنا بالمنتخب المغرب، المنتخب التونسي والمنتخب السعودي إن شاء الله، وبكرة إن شاء الله نفرح بفوز تونس وفوز السعودية. هي مباراة صعبة طبعا، هتكون أصعب من الأرجنتين لأن هم عملوا مجهود كبير قدام الأرجنتين، وأكيد منتخب بولندا هيكون عامل حساب ليهم، وإن شاء الله يفوزوا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله فوز، بإذن الله فوز، والتعادل ما في مشكلة، بس عندنا نبغى فوز فقط لا غير. إيران بقيادة كيروش حققت الفوز على ويلز بهدفين دون رد، السنغال بتعود بعد الهزيمة قدام هولندا في الجولة الأولى وتحقق الفوز على قطر 3-1 النهارده. هو احنا لو كنا كان ايه اللي حصل؟
لو كنا رحنا مع كيروش، لو كنا رحنا مكان السنغال ومعانا كيروش. بص ما الناس كلها كانت مستنيه كيروش في المباراه دي عشان نكمل شماته فيه وتشفي بعد الخساره طبعا قدام انجلترا. لكن فاجئنا، عمل مباراه هايله جدا ولحد اخر وهاجم جاب جونين في اخر 10 دقائق ولا في اخر 5 دقائق كمان. المباراه كانت معلقه لحد الدقيقه تقريبا 89. لا احنا كنا هنعمل حاجه مع كيروش بالمناسبه، يعني اكيد اكيد طبعا. عندك ثقه كامله يعني؟ طبعا. انا بص، انا من الناس اللي شايفه ان كيروش مدرب جيد جدا وكان عارف يطلع مننا حاجه جيده، بس كان محتاج وقت اكتر. ما هو معلش، ما هو انت 2019 كان هيبقى زي رينار مثلا. انا حتى لو متفق لا معاك لا بس لا لازم لا اناقشك. لا يعني كان لا هيبقى زي رينار. تقارن لي مين بمين؟ لا طب لا طب بس انا بكلمك بالامر الواقع اللي احنا كنا فيه ساعتها. مع ان كيروش ده يعني احنا كنا خارجين من مرحله مانشستر يونايتد، يعني مدرب في السوق اقوى من رينار، اسم في السوق في العالم اقوى من رينار، بس ما بعرفش يتعامل هنا في مع الدول الافريقيه ولا عنده الخبرات بتاعه رينار في قاره افريقيا. رينار من امتى موجود؟ رينار جايب كاس افريقيا مع زامبيا لاول مره، بعديها في النسخه اللي بعدها جابها مع كوتيفوار، بعد كده راح مع المغرب تالق وراح مونديال 2018، ولولا الظروف كان ممكن يصعد. لا بيعمل حاجات، يعني متمرس في افريقيا، متمرس في الشرق الاوسط. لا كيروش اغلب تجاربه كلها البرتغال، ايران، لاول مره كان يخوض تجربه بالشكل ده مع منتخب عربي، ومع ذلك مع الوقت قدر يعمل حاجه. انت في 2019 مع اجري خرجت من على ارضك في دور ال 16، بعد كده فتره لم تكن هي الافضل تحت قياده كابتن حسام البدري، ابتدينا نشم نفسنا شويه مع كيروش. اوكي، سواء الماتش الجاي كسب او اتغلب هو نفس الموضوع. لا انا مقتنع ان كيروش مدرب جيد، ومقتنع ان هو كان يقدر يعمل معانا حاجه. بس طيب، بالمناسبه دلوقتي لو هتقارني، انا بالنسبه لي فيتوريا افضل، يعني فيتوريا خيار افضل ان شاء الله نعمل معاه حاجه، بس انا بتكلم على الواقع اللي احنا كنا عايشين. لو كنا رحنا ولو كنا مكان السنغال النهارده مع قطر، كنا هنكسب وهنهاجم. احنا عندنا الامكانيات، هنكسب وهنهاجم. والله هنهاجم كمان. بس خلي بالك برضه، ما نقولك على حاجه، خلي بالك المنتخب الوطني تحت قياده كروش لما كان موجود كنا بنعمل مباريات هجوميه مع المنتخبات اللي اقل مننا. يعني هو الدفاع اللي كان المقفل على طول دايما ده كنا بنشوفه مع مين؟ بنشوفه مع السنغال، وخلينا نتفق ان السنغال اقوى مننا فنيا. كنا بنشوفه في مباراه السيمي فاينال مع الكاميرون، والكاميرون اقوى مننا، والكاميرون وصلت كاس عالم، والكاميرون بتلعب على ارضها. فالحاجات دي هو كان يعني بيشوف مجريات المباراه ايه وبيلعب على اساسها، فكان بيقفل في الدفاع في الحاجات دي. انما مباريات تانية زي اللي كانت مثلا في كاس العرب، لا كان بيهاجم وكان بيجيب اجوان وكسبنا. اتذكر الكويت، احنا بننسى صحيح. فكنا هنهاجم وكنا هنكسب، لان احنا كمان افضل فنيا بكتير من المنتخب القطري مع كامل الاحترام. يعني شفنا مباراه النهارده السنغال وقطر، القطر للاسف الشديد واضح انها لم تكن مستعده فنيا. هي استعدت بكل حاجه في المونديال الا المنتخب نفسه. اداء ممكن نقول افضل نسبيا من مباراه الاكوادور وخضت مباراه الافتتاح، لكن برضو يعيبوا قله التركيز بشكل كبير. في تحفظ مبالغ فيه وغريب من فيليكس سانشيز المدير الفني الاسباني، 5-3-2 وخارج خسران فيلعب برضو 5-3-2، وفين وفين لما يفتكر يبدا يعمل التغييرات فينزل محمد مونتاري فيزيد من الجانب الهجومي، لكن في نفس الوقت الاخطاء الدفاعيه. وبعدين يعني انت كمان مقفل دفاع وفي نفس الوقت ما عندكش التركيز الدفاعي، عندك كم من الاخطاء الدفاعيه غريبه. الهدف الاول مكتملة. الهدف الاول بتاع خوخي، الهدف الاول خوخي بوعلام يعني بيطلع الكوره وقعت تحت رجله، وما فيش حتى تركيز من المفروض يغطي ناحيه اليمين، كان اعتقد كان همام ناحيه اليمين الباك اليمين ما جابهاش. ف ما فيش تركيز، ما فيش حتى تغييرات تغير من شكل المباراه في من على الدكه من فيليكس سانشيز. تغييراته متاخره. محمد مونتاري لما نزل عمل نشاط وهو اللي سجل الهدف. اكرم عفيف يعتبر هو انشط لاعبي المنتخب القطري. الهدف الثاني لك ان تتخيل اللي بيغطي مع مهاجم السنغال المعز علي. مفهوم. ففي النهايه دخلت طيب مع الاسف. يعني اللي عايز اروح تاني للمنتخب المغربي، لانه مباراه بلجيكا مفترق طرق تلعب قدام منتخب قوي اسما في أرض الملعب كندا كلو في الشوط الأول. وبالتالي المغرب من أجل أن تكون مش كندا اللي ممكن تعمل ماتش كويس وتتغلب، وعلشان تكون منتخب قادر ياخد 3 نقاط من بلجيكا ويقدم أداء ممتاز، فلازم نبص الأول على كندا ونشوف أسلحة المغرب في مواجهة المنتخب البلجيكي. يلا فانت. أهم سلاح اللي أنت كنت لسه بتتكلم عنه في الانترو يا محمودي، حكيمي، أشرف حكيمي طبعا. والحسن الحظ أن نقطة قوة المنتخب المغربي في الجانب الايمن هو الجانب الهجومي، اشرف حكيمي وقدامه حكيم زياش، هي نفسها نقطه
الضعف لدى المنتخب البلجيكي. يعني بخلاف مزراوي بس الباقي هيبقى موجود اغلبه. لا ما اعتقدش ان هيبقى في اي تغييرات، لكن انا اتمنى ما اتوقعش، اتمنى ان عز الدين اناحي ما يبداش المباراه اللي جايه. كان اقل لاعبي المنتخب المغربي اداء، مس باصات كتير، استلامه خاطئ، لولا ان رومان سايس ونايف اقرت ناحيه الثنائي الدفاع بيغطوا على الكور الكتيره اللي اتقطعت، كان ممكن لوكا مودريتش يخطف واحده كره اللي سددها، اللي هي الكره الثانيه اللي سددها فوق العارضه. فعايز تكسب المنتخب البلجيكي تقدر، مش صعبه. والمنتخب البلجيكي 2022 اقل واضعف من المنتخب البلجيكي في 2018. نقطتك او مفتاحك الاول الجانب الايمن، انطلاقات اشرف حكيمي من ناحيه اليمين وحكيم زياش، لان هم عندهم مشكله في الجانب الشمال، هم بيلعبوا 3 4 3 وكراسكو بيتقدم كتير جدا فبيغطي وراه فيرتونجن، وساعات كتيره ما بيقدرش يلحق، لدرجه ان اغلب هجمات المنتخب الكندي لو اتفرجت تاني على الهايلايتس بتاعه المباراه هتلاقيها من ناحيه اليمين لكندا اللي هي ناحيه الشمال لبلجيكا، وضربه الجزاء جت من الطريقه دي، والركنيه اللي جت منها او الركنيه اللي جت منها ضربه جزاء كانت من الطريقه دي، وكان في هجمه تانية كمان في نهايه الشوط الاول كانت لو كانت اتحسبت يعني ركله جزاء كان اكسل فيتس الحادثه هو اللي كمل وغطى وعمل التاكلينج او عمل الالتحام، لكن فعلا ما اتحسبتش. مين هي الاساس؟ صحيح. وفي نفس الوقت نص الملعب لازم يكون في تأمين دفاعي أكتر من كده. الحقيقة سفيان مرابط عمل اللي عليه وأكتر، سليم أملاح كان بيلعب لاعب وسط ثالث ما كانش صانع ألعاب، عز الدين أناحي يعني أتمنى أنه يتنحى عن المباراة دي، ممكن بقى يلعب بأشرف داري، يحيى جبران، يعني أشرف داري ممكن يلعب لاعب ثالث في نص الملعب أو يحيى جبران، هيغطوا الحتة دي في نص الملعب. طيب في المونديال حتى الان انتهت الجوله الاولى، بدايه الجوله الثانيه، واحنا كعرب مهم انه زي ما كان في دعم كبير للمنتخبات العربيه في المدرجات لازم ندعم خمس لعيبه صنعوا الفارق لمنتخباتهم اكتر من غيرهم، فمن كان افضل خمس لعيبه عرب حتى الان في كاس العالم من رقم 5 لرقم 1 من وجهه نظر احمد خيري. يلا بالظبط كده، من وجهه نظري مبدئيا انا لازم بس ادي تحيه للاعبي المنتخب القطري وتحديدا اكرم عفيف واسماعيل محمد لانهم عملوا اداء جيد جدا في المباراتين. ماشي. لكن هستبعدهم طبعا لان في النهايه قطر لم تقدم شيء. رقم 5 صالح الشهري مهاجم منتخب السعوديه ما عملتش محاولات كتير على مرمى الارجنتين، 3 محاولات تقريبا منها هدفين، يعني باقل نسبه اهداف متوقعه، وده رقم قياسي على فكره المنتخب السعودي، باقل نسبه اهداف متوقعه، اقل من 1.4 جايب جونين، فانت نسبه اهدافك المسجله اعلى صحيح. من المتوقع، فده في المركز الخامس. ماشي. وطبعا صاحب هدف التعادل. المركز الرابع عيسى العيدوني لاعب وسط المنتخب التونسي طبعا. واللي كان رجل المباراه واستعرضنا ارقامه من شويه امام المنتخب الدنماركي، عمل مباراه هايله جدا تلاقيه في كل حته في الملعب، فانا اختاره في المركز الرابع، كان ليه دور كبير جدا في تعادل التونس امام الدنمارك. اوكي. عايز المركز الثالث، بس انا محتار بقى يعني عارف مفاجأة. لا خالص، اشرف حكيم ممكن يكون مفاجاه ليك. مفاجاه انت عايزه قدام صح؟ لا مش عايزه اصلا، مش عايزه اصلا. لا اشرف حكيم كان من انشط لاعبي المنتخب. في حد مغربي تاني في القائمه معاك؟ لا انا اختار سفيان مرابط. تختار سفيان مرابط؟ سفيان مرابط من نص الملعب. مختلف معاك، سفيان عمل اداء رائع، بس اشرف حكيمي انطلاقاته من ناحيه اليمين وال مش زي المعتاد، مش زي الطبيعي الهجوم. مش لانه كان وحش، هو التحفظ بالظبط كده، التحفظ اللي كان عامله الرجراجي في المباراه هو اللي ادى لده، لكن الشوط الاول اغلب انطلاقات الناحيه الهجوميه بالنسبه للمغرب كانت من ناحيه اليمين، من ناحيه حكيم زياش ومن وراء اشرف مش حكيم. مكتمله قوي. انا مع مرابط، يعني حبيت مرابط في المباراه يعني خلاص. اوكي. المركز الثاني ايمن دحمان حارس مرمى نادي الصفاقسي التونسي طبعا، واللي ادى اداء رائع جدا وكان سبب رئيسي في نقطه التعادل وصد 5 تصديات، وبالمناسبه الرقم القياسي في الجولة الأولى، يعني أفضل تصديات للحراس حراس عرب. أوكي. 5 تصديات. خمس تصديات. صحيح. أيمن دحمان صاحب المركز الثاني، وفي المركز الأول طبعًا محمد العويسي المتألق، لازم يعني إحنا نختار 2 حراس. فخر العرب صراحة. 5 تصديات وانفراد مغطيه وآخر 14 دقيقة في الوقت الضايع اللي هما كانوا 8 دقايق بقوا 14 متألق لحد آخر لحظة، صحيح يعني خلص على ياسر الشهراني في الاصابه، نتمنى له السلامه، لكن طبعا كان من الحماس الزائد، فنحييه ونبارك له، وان شاء الله يا رب اللعيبه العرب كلهم يتالقوا في الجولات. لو لعبنا اللعبه دي الاسبوع الجاي مين الاسم اللي متوقع ممكن يبقى موجود الاسبوع الجاي معانا؟ اتمنى حنبعل المجبري، اتمنى
يعني لانه عنده امكانيات ويقدر يعمل ده. لو ان شاء الله كان ليه دور بكره في مباراه استراليا هيبقى موجود ان شاء الله. نورتني يا خير حبيبي، ربنا يخليك. شكرا جزيلا ليك، حلقه جميله وتحضير ممتاز وحاجه رائعه. شكرا جزيلا ليك، بشكرك جدا محمود. زميلنا وصديقنا احمد خيري كان منورنا في حلقه النهارده من سوبر ليج. كالعاده يتجدد اللقاء مع حضراتكم كل ثلاث وجمعه التاسعه مساء، شاشه اون تايم سبورتس 2. لكم مني ومن كل فريق العمل من استوديوهاتنا في القاهره كل التحيه، والى اللقاء.